يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس يعني ترند وحش قوي طبعا. ابتدت الترندات تبتدي في الأول بطريقة إيجابية، بعدين ابتدت تبقى فيها نوع من أنواع العنف. يمكن شفنا بعض الترندات في الفترة اللي فاتت، أطفال بيجرالهم حالات من الإغماءات بسبب العنف مع بعض. النهاردة ابتدينا نشوف أطفال في سن أصغر كتير، بنتكلم على 4 سنين وأقل، بيقولوا باد ووردز. نوع ده من الترندات خطورته عاملة إزاي، وإزاي أحتوي الموقف مع ولادي إن أنا ما أفرجهمش على النوع ده من المحتوى؟ هو يعني حضرتك لفتي النظر انه في حاجات منتشره بره وبدات تنتشر عندنا. هما الحاجه موجوده اوريدي اون سوشيال ميديا، بس هي مش منتشره بره بدون تقنين زي ما احنا متصورين. يعني اكيد حد فينا بيتعرض انه بيسافر بره بيشتغل او بيدرس هيبقى عارف انه في قيود كتيره قوي 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 على التعامل مع الطفل الصغير، اللي مسموح ان الطفل ده يشوفه ويعمله ويبقى متامن ويتحافظ عليه انه ما يتعرضش لاي مؤثرات تاثر على تكوين شخصيته وذكائه وتصرفاته بعد كده. فهم بره الحاجه متاحه، لكن في قيود على السن ده يشوف ايه ويتعلم ايه ومسموح له يجرب لحد فين، سواء في البيت او في المدرسه او في المرور او في مع اصحابه. الدنيا مش مفتوحه قوي قوي كده. احنا للاسف لما بنستورد الحاجات دي وبنسيب الولاد يتعاملوا معاها من خلال انه حر يشوف على موبايله او على اللابتوب بتاعه اي حاجه، ما عندناش هذه القيود، فبتكون النتيجه ان هو بيبقى اكسبوزد لحاجات مش مناسبه، بيتعرض بالظبط، فبيتعرض لالفاظ مش طبيعيه، لمناظر عنف او العاب على النت، او بيقلد صحابه او بيقلد ناس كبار لحاجات فيها خطوره جدا على طريقه تفكيره. المشكله ان انت الطفل ده من سن 4 سنين لحد سن 12 سنه هو صفحه بتتعلم بالملاحظه بالمتابعه. يعني انت مش محتاج تقعد تشرح له ولا تكلمه، هو بس سيب له حاجه يتفرج عليها باستمرار، سواء كانت ناس بتتخانق، حاجه اونلاين بيتفرج عليها، او كتاب بيقراه، وهو هيبتدي يحفظ المعلومه ويكررها وبعدين تطلع منه بصوره تلقائيه. فده اسلوب ممنهج ازاي اعلم العنف. يعني كنا بنتكلم في فتره عن ليه الاطفال دلوقتي بقوا بيتصرفوا بعنف وباندفاعيه، سواء كانت لفظية أو في بالضرب أو بالخناق أو بإيذاء حد جنبه، صاحبه أو الحيوان بتاعه أو أخوه في البيت. السبب إن أنت لما بتمسك لعبة زي دي وتقعد تتفرج عليها أو ترند فيه ألفاظ خارجة، بيبقى أنت بتنتصر وتفوز في اللعبة دي بأن أنت بتعرف تبقى عدواني أكتر من اللي قدامك. فالبطل هنا مش البطل اللي بينقص حد بيتعرض لمشكلة، لا، البطل هنا اللي بيقتل عدد أكبر، أكثر عدواني، البطل هنا اللي بيعرف يشتم أكتر، البطل هنا اللي عارف يدمر ويكسر ويحرق أكتر. فبقى ده المفهوم بتاع الفوز،